أزمة النفايات تزيد من الفوضى في الشارع. شبان الحراك المدني يتنقلون من منطقة إلى أخرى في بيروت قاطعين الطرق ومسببين الأضرار على من يسمع صوتهم من المسؤولين لإيجاد الحلول لهذا الملف. وفي هذا الإطار قام شبان من الحراك بمحاصرة سيارة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في شارع سبيرز لمجرد أن رأوا نمرة حكومية على السيارة أثناء اعتصامهم هناك، وقاموا برميها بالآلات الحادة وأكياس النفايات ما أدى إلى تضررها. وعندما علم المتظاهرون أن الوزير درباس هو من بداخل السيارة قاموا بشتمه ونعته بصفات غير لائقة، إلا أن درباس ومرافقيه تفهموا الموقف من دون شهر أي سلاح عليهم. في بعض الناس عم يحاولوا يعملوا فوضى ما عم تنجح معهم. هيدول عملوا هالقصة لما بلشت بوادر الحل، هيدول بدهم إدامة الفوضى. الحكومة بدها تدافع عن وزير من الوزراء، لأنه أول شيء أنا ماني حقدر أتحمل إهانة علنية مش لألي بس للسلطة، لأنه تحلل السلطة أو فقدان هيبتها بيخلي هيك شزاز الآفاق يعتدوا. وفي الإطار نفسه قال درباس إنه ادعى على شخص تعرف إليه من بين المعتدين ويدعى طارق الملاح. هذا الشخص مع الأسف هو نجم تلفزيوني لامع بيطلع كل تنين ببرنامج بالـ LBC عند جو معلوف، وهو عتبان على وزير الشؤون الاجتماعية لأنه ما أنجدوا ضد دار الأيتام الإسلامية بموضوع حادث معه، إذا كان حدث معه من 12 سنة. قضائيا أعطى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود توجيهاته إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وإلى شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيق سريعا في شأن حادثة الاعتداء على درباس والتهجم عليه وتهديده أثناء مروره في محلة سبيرز، وطلب توقيف المعتدين. وذكرت حملة طلعت ريحتكن أن القوى الأمنية أوقفت بالفعل طارق الملاح معلنة اعتراضها على عملية التوقيف.